السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في مطبخ الوجديه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم غريبه السنيد والكوك، غريبه من الغريبات المغربيه الاصيله الجميله. اليوم ان شاء الله غادي نحضروها مع بعضياتنا، نعرفوا المقادير وكيفيه التحضير. ولكن قبل ذلك نطلب من اي شخص دخل عندي القناه انه يتصابون ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا 250 غرام ديال السميده، هذه الرقيقه اللي كنديروا بها الحرشه. عندي واحد الخميره كيماويه، عندي 250 غرام ديال الكوك هذه الرقيقه، ماشي هذيك اللي غليظه مدمه. غادي نحتاج هنايا كاس ديال العنبه ديال سكر حبيبات، كاس ديال العنبه ديال الزيت، وثلاثه ديال البيضات. عندي قريصه ديال الملح، وعندي واحد المعلقه ديال لو زيست دو سيترون، قشور الليمون، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال كونفيتور ديال المشمش. البيضات ديالي هنايا ثلاثه ديال البيضات، غادي نزيد عليها كاس ديال الزيت، وغادي نزيد كاس ديال سكر حبيبات، غادي نمزج هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم، ومن بعد عاد غادي نضيف الكوك في هذه المرحله. انا نفضل انني نخدم بيدي من بعد ما مزجت الزيت والبيض وسكر حبيبات. غادي نضيف الكوك ديالي، الكميه 250 غرام، غادي ندخلها هنايا في البيض، وغادي نبقى نضيف السميد شويه بشويه. نقدر 250 غرام، نقدر نزيد ولا نقص الكميه على حسب البيضات اللي دخلت. المهم غادي نضيف واحد الكميه ديال السميد، وغادي ندخل الخميره ديالي الكيماويه، غادي نزيد الكميه ديالي ديال السميد ونشوف. غادي نزيد شويه ديال السميد، هذا هو القوام اللي خصنا نتحصلوا عليه. شوفوا البنات، ماشي يعني العجينه كتبقى عاده ما شاداش راسها، باش تجينا مفتيه وهشيشه لداخل ومعلكه، يعني ما خصناش نقصحوها. انا هنايا زدت كاس ما كاملش ديال السميد، يعني بقى لي واحد ربع من الكاس ما مزتوش. نتمنى ان شاء الله الفكره تكون واضحه. غادي نخلي العجينه ديالي ترتاح واحد 10 ديال الدقائق بلا ما جمعت هنايا الدنيا المعينات وداكشي، ومن بعد غادي نجيبوا السكر الثقيل باش نفندوها. في هذا الاثناء راه عندي الفران ديالي كيسخن، غادي ندير الحلوه ديالي بهذا الشكل. هذا غادي نفند غير الوجه ديالها ونحطها في الطاوله. المهم البنات، انا كملت هاد الطاوله، وغادي عاد باقي لي كميه كثيره ان شاء الله غادي تجيكم في هاد الكميه اللي عطيت لكم. غادي ان شاء الله ندخلها لدرجه حراره 190 حتى 200 درجه، يعني درجه سخونه بزاف. غادي النار تكون من الفوق والحلوه ديالنا تكون من التحت. لاحظ انها تشقات لي داك الساعه، غادي نهبطها نطلعها الفوق او لا نشعل عليها النار من التحت. نظن باللي الفكره راه واضحه. ديما باش تشقق لنا الغريبه خص النار تكون من الفوق اول حاجه، من بعد مين نشوف الحلوه ديالي تشقات عاده كنشعل عليها من التحت باش تطيب لي حلوه من التحت. غادي نعطيكم واحد غير افكار هكا، حيت انا ملي كنت كنخدم لقيت ان الغريبه ديالي ما يعني العجينه ما كنقدرش نتحكم فيها. درت هنايا واحد جوج معلقات ديال ما زهر، بقيت كنغمس فيهم يدي باش خدمت، باش سهلت على راسي العجينه ما تبقاش تلصق لي في يدي. بالنسبه للسكر الثقيل ولا سكر كلاصي، ضروري خصو يكون سكر سبيسيال ديال الحلويات. الا شكيتي فيه ولا عرفتي راسك انك ما خديتيش سكر ممتاز، ديري له واحد جوج ولا ثلاثه ديال المعالق ديال النشا هكا باش تكوني مهنيه باللي الحلوه ديالك غادي تنجح. غادي نضغط عليها واحد الضغطه صغيره هكا من فوق كما كتلاحظوا، بحال هالطريقه هذه.
هاد الضغطه طبعا كتساعدنا انها تشق لينا الحلوه ديالنا. الحلوه ديالي هاني خرجتها من الفران، نتيجه مبهره ونتيجه رائعه رائعه. تشقات واللون الذهبي وريحته رائعه عاطيه من بعيد. الغريبه ديالي هي هذه، من بعد ما خرجتها من الفران. نتمنى ان شاء الله تروقكم وتوجدوها لضيوفكم ووليداتكم. قبل ما ننهي الحلقه نتمنى انكم ديروا لي جيم وتكرموا عليا بتعليقاتكم المشجعه، ونقول لكم شكرا وبصحه وراحه.